قصتنا حلوة مرتبة عن طفلة جميلة مهذبة، كل يوم لها قصة تنتهي بأحلى ضحكة. خلوكم معانا في يوميات لودي. بنات، 10 دقايق وخرجوا صينية الأكل من الفرن، بروح البقالة واشتري مقاضي على السريع. انت وهي اسمعوني تمام، لأني ما راح أعيد كلامي. 10 دقايق وتخرجوا الصينية من الفرن. إيش راح تسوي معانا ماما؟ أهدي وركزي معايا، راح نحل الموضوع. يا ربي كيف نحله ونحن مو عارفين إيش الأكلة؟ مشكلة والله، إيش ممكن تكون ماما طبخت؟ ما في مشاكل، وحلالة المشاكل موجودة، المحققة لودي. طعمها طعم جبن محروق. كرتون مكرونة. دقيق مكرونة بالبشاميل. نضع الماء في إناء ثم نضيف بعض الملح. لودي جيبي الحليب. من عيوني. أها، في جمبري. أوه، حمد ما يأكل جمبري، وأساساً ما حد يحط جمبري على مكرونة البشاميل. مين قال؟ لودي ما في وقت، أمسك الجوال خلينا نكمل الفيديو. العصفورة قالت لها. ألو؟ أيوة ماما، الأمور تحت السيطرة. نحبك، سلام. 6 دقايق وماما جاية، بجهز السفرة، حطي جبنة على الطبق. لمسات الطباخ. خلاص حطيتي الجبنة؟ ايوة. تتوقعي ماما راح تعرف؟ الله يستر علينا. بسم الله. معليش نسيت أحط ملح، بجيب الملاحة. الحمد لله. شفتي وصفة الجمبري حقتي؟ خلت الأكلة فنانة. حمد. ألو إسعاف، الحقونا، أخويا يطير. الحمد لله على السلامة حمد، بتفضل معانا بالمستشفى لين تستقر حالتك. الأعراض اللي ظهرت عليك هي أعراض حساسية الطعام، تحديدا حساسية من الجمبري. ها؟ مستحيل، هو ما أكل أي أكل بحري. عشان أكون صادقة، الأكل انحرق ورجعنا طبخناه ثاني، وحطيت جمبري. لا حول ولا قوة إلا بالله. دكتور، أنا ما كان قصدي، كنت أبغاهم يأكلوا أكل لذيذ. هل راح تقدر تخرج السم من أخويا؟ سم؟ هذا مو سم،
هذه حساسية مفرطة من مواد غذائية مثل مشتقات الحليب والبيض والقشريات، ينتج عنها ردة فعل عنيفة من الجهاز المناعي لبعض الأشخاص، وممكن تظهر أعراض جسدية حادة مثل اللي ظهرت مع أخوك. لكن التدخل السريع وتواصلك مع الطوارئ سهل علينا السيطرة على الوضع من غير ما تتفاقم حالته. حمد، أنا ما كان قصدي، كنت أبغى أصلح المشكلة وأسوي طبخة لذيذة. أنا أحبكم. خلاص يا لودي، حصل خير. حمد بيصير تمام بإذن الله. حمد بيقوم بالسلامة، لكن كان المفروض تقولولي إن الأكل انحرق وما تخبوا الموضوع. أنا ما همتني الطبخة، أنا أهم شيء عندي سلامتكم وإنكم تكونوا بخير. أخوك وحش، لا تشيلي هم. طيب، بما إنه الأمور صارت تمام يعني ما رح نتعاقب. أصلاً أنا استاهل.